وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. المارد الأحمر يهزم طلاع الجيش بهدفين نظيفين مع الرأفة وينفرد بالصدارة بفارق نقطة عن الوصيف. بوابة أخبار اليوم، ساعة تفصل 72 ساعة تفصل نجيب عن المشاركة في تدريبات الأهلي. الوفد البدري التزام لاعب الأهلي جعلنا نجتاز مرحلة صعبة. المصري اليوم، الأهلي يوافق على معايشة ثنائي الناشئين بأودينيزي الإيطالي. الوطن سبورت، أيوب رحيل جمعة عن الأهلي مرفوض ونرغب في الاستفادة من مهاراته. الشروق البدري، فوز مهم على الطلائع وثقتي كبيرة في كل اللاعبين. اليوم السابع، صانع ألعاب الأهلي الجديد ينتظم في التدريبات خلال 48 ساعة. فيتو، الأهلي يجهز باسم علي وميدو جابر استعدادا للمقصة. في الجول، الأهلي إصابة ميدو جابر حرمت السعيد من الراحة. دوت مصر، وليد سليمان يوقع على عقود التجديد للأهلي. يورو سبورت عربية، البدري يتصدر الدوري في مباراته المئوية. مجلة الأهلي، خلاص كل واحد يعرف مكانه. النجم الساطع بهدفين يهزم الطلائع. إلى هنا تنتهي نشرة الرياضية في قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.